جيت اليوم نهضر على الحادثه اللي المرويه عليها وقعت في منطقه القصر الصغير، ضواحي القصر الصغير بالضبط الشارع ديال دار فوال، على الطفله ايه الزقاف، على الحادثه اللي وقعت لها. السيده كتخرج تمشي للخدمه، كتمشي تخدم سكينه في الفلاحه، يعني معروفه الحمد لله الدوار كامل كيعرفها. وهذا السيد اللي هذه كان كيجي لعندها للدار شويه، مني بدات هذه مع الصحاب ديالو هذه بداو كيقولوا له جيبنا، فاش هادي تهجموا عليها للدار، استبيهم داوها للدار اللي هي دابا كيقولوا خربه، هي ماشي خربه، هاد الدار عندها مواليها ومواليها حتى هما من الدوار. والسيد فتح لهم الباب، دخلوا السيده العمر ديالها ما بين 14 و15 عام، وجوج منهم رجعوا للدار يسرقوا. الاب ديالها فاش حس بشي حاجه ماشي هي هذيك ناض، بداو كيتشارعوا معاه، حتى فلتوا منه هذا، هو شافهم ولكن ما تمكنش باش يلحق عليهم. صافي هذا هو هذا الشيء، هذا هو اللي وقع بالضبط. ولكن دابا الله يهديهم الناس، ملي كطيح ملي كتوقع شي واقعه كل واحد كيبقى يقول اللي عنده، كاين اللي كيقول لك هاد العائله حنا ما نعرفش شنو كتعمل من قبل، واتهموها بشي حاجات اللي هما اصلا ما كاينين شي. هي دابا السيده عاد خرجت بها من الطبيب، يعني كاينه الشهاده الطبيه ديالها مع الطبيب محلف كتثبت الحاله ديالها بالضبط شنو فيها، وهاد الطفله خصها تاخذ الحق ديالها، يعني بما انها قاصر اللي كيمشي بخاطرو كيمشي مع واحد ماشي مع سته الاشخاص، افترسوها بحال حيوان. ودابا جوج منهم هما مشبرين واربعه باقين مطلق السراح ديالهم. والانسان ما يضرقش الشمس بالغربال، هاد الجوج اللي مشبرين بعدا واحد منهم عنده سوابق، سبق له عنده سوابق، ومع الناس ديال الدوار سبق له اقتحم واحد المنزل وكان سرق، وهذا راه مدوز عامين للحبس. فلهذا الامهات ديالهم بلا ما يقولوا ولادهم مظلومين يقولوا قدر الله ما شاء فعلا، ماشي حنايا اللي سردناهم. هاد الطفله كيخصهم يرحموها كيف ما هي مأثره في النفسيه ديالها، كما الوالدين ديالها مساكن ما بقالهمش الوجه باش يخرجوا لعند الناس، راه حنا الدراويش شنو كنملكوا في راس المال ديالنا؟ كنملكوا الشرف ديالنا. كو كانت هاد العائله كبيره وبنت يعني ماديه نقولوا مشات بالخطر ديالها وعجب الحال وهذا، ولكن البنت قاصر ولو نقولوا مشات كاين تغرير بقاصر، يعني السيده ماشي راشده باش عارفه راسها شنو كتعمل وهذا. فلهذا حنا كنقولوا هاد البنت هادي ما كرهناش السلطات والسيد جلاله وكيل العام هادي يتاخذوا الملف ديالها بعين الاعتبار، ويشوفوا في الوجه الوالدين ديالها ويتاخذ الحق ديالها. وعاد شي واحد منهم مصورها وكيهددها كيقول لها الا ما عوضتيش راسك معنا راه تصورك غيوصلوا للميريكان. والوالدين هادو اللي معتقلين كيهددوا دابا كيقولوا راه حنا عندنا وعندنا وعندنا ديالها، راه القانون كيعاقب حتى على التصوير. شكون عطاك الحق تصور هاد السيده؟ شكون عطاك الحق تمشي تقتحم المنزل وتهزها وتديها؟ وعاد راه السيده كاين العلامات هذا، راه كانوا كاينين في جنابها شي اثار وشي هذا. فلهذا كنطلب الله سبحانه وتعالى يبان الحق لهاد البنت، وماشي مظلومين ولادهم، ماشي مظلومين هما، عارفين ولادهم ماشي مظلومين. يعني من دي ابنك يبات في الزنقه يجي حتى الصباح، من يجي شي واحد اي واحد يقول لك شي حاجه ما تقولش ابني ما عمل شي، ابنك اللي يقول ابني ما عمل شي اللي كيبات ابنه حداه. هاد الدوار يعني معروف الكوارث كيوقعوا فيه، ماشي زعما اول مره غيوقع هذا الشيء ايه، ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه. يعني هذه الطريقه هذه مثلا يديوها وتمشي يجيو يديوها من الدار ويديوها لواحد الدار اخرى، وهذه الا وقعت وما تفضحتش الله اعلم، ولكن هيدا بهذه الطريقه هذه لا صراحه الله. يعني بالتوضيح الاب ديال البنت ما عنده العداوه حتى مع شي واحد من هاد الناس، والام ديالها واخا ماشي من نفس الدوار، يعني من واحد الدوار متحد بينا، حتى هي مراه مزيانه وماشي شي مره اللي غنقولوا زعما كاينين شي اسباب باش غيوقع هذا الشيء من بنتها، او لا هي زعما عجبها الحال. دابا بزاف ديال الناس كيقولوا لا وهي كانت كتمشي وما نعرفش، الا ما كاين والو من هذا الشيء، هذا ما كاين حتى حاجه. السيده كتمشي مسكينه تخدم، الناس اللي كيعملوا الفلاحه وهذه معروفه، كاينين بعض بحال الكوبل ديال الناس كيمشيو يخدموا هذه الخدمه هذه، كتخرج بكري يعني وما عارفين ديك العائله في الدار بوحديتها، عام تحت هي كتمشي تخدم. الاب ديالها مسكين مريض، مره كيكون فايق، مره الا كان شارب الدواء ديالو كيكون، هما معروفين الناس اللي كيشربوا الدواء، وهذا استغلوا هذه الفرصه. المطلب ديالنا هاد البنت تاخذ الحق ديالها،
وما يبقاوش يقولوا واحد الكلام اللي ما كاينش. هذا نداء عندي للناس الدوار ديالي، الناس دار فوال، الله يهديكم، راكم عارفين راسكم، نتوما عارفين وانا عارفه، راه انا بنت قبيلتكم، نتوما عارفين الدوار ديالكم شنو فيه وعارفين شنو كيوقع. فلهذا بلا ما تبقاو تهضروا شي هضر اللي ماشي هما هذوك، نتوما عارفين هاد العائله خلقت حداكم وتربت حداكم، وهذا الشيء اللي كتقولوه فيها راه ما فيها شيء، وتقدر اليوم ايه وغداتكم بنتكم الله يحفظها، ويقدر يكون كاينين حاجات مخبعين وبسبب ايه غادي يتفضحوا.